السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة. الحراك السياسي الذي تشهده الساحة ينذر بجملة تطورات في البدء منها طوي صفحة حل البرلمان دستوريا وقانونيا وحتى سياسيا، بل أن المصب العام لمختلف التوجهات يدفع بأن الحل يبدأ من استئناف المجلس عقد جلساته وينتهي بصياغة الإعداد للانتخابات المبكرة. الإطار الشيعي الذي ابتدأ المشوار بثلث ضامن ترجم رؤيته الثاقبة إلى إيجاد مسارات وسطية تفاعلت وياها الأقطاب الكردية والسنية مؤخرا، واللي كانت ضمن مشروع الأغلبية اللي أطلقت عليه رصاصة الرحمة بعد تفككه واصطدامه غير مرة بالرؤى الواقعية. لذا فإن أجواء ما بعد الأربعين تبدو مؤاتية لجولة ثانية من استكمال ما تبقى من الرئاسات المتأخرة عن موعدها منذ مدة. ملفنا الثاني من الحصاد مشاهدي الأحبة، ونحن في ذكرى زيارة الأربعين وتعدد الخدمات المقدمة، على مد البصر في طريق السائرين لابد أن نعرج على فئة مهمة بين هذه الحشود الكبيرة، نساء باكيات ومواسيات في إتمام وتهيئة الخدمات بما يقتضي دورها، فتعددت أنواع الخدمة المقدمة بمجمل الفعاليات والنشاطات الثقافية والتوعوية التي تعزز الثقافة الحسينية التي خرج من أجلها الإمام الحسين، وكذلك الزائرات لهن الدور في إيصال رسائل الموالين إلى العالم بحضورهن في هذه المناسبة كنوع من تعدد الفئات والشمولية بهذه الزيارة، ولا يحرم منها أحد. إذا المشاهدين الأحبة هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة راح نناقشها تباعا، تفضلون بقى ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مجددا. المتغيرات السياسية الأخيرة اللي انطلقت من كردستان يبدو أنها أضافت رصيدا يدعم انعقاد جلسة ما بعد زيارة الأربعين، هاي الجلسة الفاصلة اللي يعول عليها في تفكيك أحجية المشهد المعقد منذ مدة، واللي تنتظر جرس الإيذان لدخول النواب وإنهاء عمر الأزمة المستفحلة منذ مدة. مشاهدين نفتح وياكم هذا الملف، لكن بعد أن نشاهد تقرير مراسلنا علي حبيب. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة بهذا الملف. أرحب بضيفي الكريمين الأستاذ صباح زنقنا رئيس مركز الاتحاد اتحاد الخبراء الاستراتيجيين، حياك الله. أهلا وسهلا كريما. وكذلك أرحب بالأستاذ هادي جل المرعي رئيس مركز الحريات الصحفية والكاتب والصحفي، حياك الله أستاذ هادي. أهلا وسهلا كريم. أستاذ هادي أبدأ مع حضرتك مباشرة، يعني هنالك من يتحدث بأن المبعوثة الأممية راح تأخذ على عاتقها لعب دور الوسيط الضامن بين القوى المتفقة على المضي بعقد الجلسة وبين السيد الصدر، كيف تنظر إلى هذه الجزئية؟ نعم، شيء جيد. أنا وددت أن أتحدث في البداية بصراحة، وكان يجول بخاطري أن أقول ولا أظن أن القوى السياسية غافلة عن هذا الأمر، وهو الذهاب باتجاه فعل مهم جدا وهو اللقاء بالسيد الصدر، و وبالتالي الخروج بصفقة سياسية رابحة للجميع. بمعنى آخر، ولا عن الجميع طبعا السياسيين والقوى الفاعلة وهذا تحصيل حاصل، ولكن أيضا باعتبار أنه أي حراك سياسي إيجابي سينعكس إيجابا على واقع الشعب العراقي ومصالح الشعب العراقي الحيوية في الخدمات والأمن ومستقبل أكثر وضوحا وإيجابية. ولذلك جنين بلاس خارت تكون ضامن الاتفاق بين التيار الصدري وبين القوى الفاعلة والأساسية سواء كانوا السنة أو الكرد أو الإطار التنسيقي، عدا عن شيء ربما هو أيضا مهم جدا وحيوي جدا لكي نضمن دور أكثر إيجابية للقوى الكردية وللحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يلعب دور إيجابي في هذه المرحلة بشكل واضح من خلال تقريب وجهات النظر، من خلال الاجتماع بالسيدين الخنجر والحلبوسي، من خلال تقديم مبادرة للإطار التنسيقي وإرسال وفد للقاء الإطار التنسيقي، أن يكون هنالك ضمانات أكثر حيوية ليس فقط بين التيار والقوى الأخرى والإطار وغيره، وإنما أيضا بين القوى الفاعلة الأخرى، لأن الكرد أيضا ربما لديهم تساؤلات، لديهم حديث مهم ومتكرر عن إمكانية إجراء انتخابات شرط أن تكون قابلة للتطبيق، بمعنى آخر أنهم لا يريدون العودة مرة أخرى إلى دوامة الخلاف والصراع ورفض النتائج أو التشكيك في النتائج أو عدم الالتزام بتلك النتائج من أي قوى سياسية كانت، يعني بمعنى آخر أنهم لا يريدون الجو العام الذي عشناه خلال الأسابيع الماضية. وبالتالي الضمانات التي يمكن أن ترعاها بلاس خارت والأمم المتحدة هي ضمانات تشمل الجميع وليس فقط فئة دون أخرى. لهذا الإيجابية التي نتحدث عنها في هذه المرحلة
يجب أن تدعم بفعل مباشر وسياسي، ونبتعد عن الانتهازية والاستغلال، وأيضا نبتعد عن النشوة والشعور بالانتصار. لا يوجد طرف خاسر، لا يوجد طرف رابح، هنالك أطراف سياسية تقع عليها مسؤولية مهنية وأخلاقية في ضمان أمن وحماية الشعب العراقي وضمان ظروفه المعيشية بالكامل. نعم، لا خاسر ولا رابح. أستاذ صباح، جد ترحاب بحضرتك، واليوم نتحدث عن اجتماع ولجنة من الأطراف الثلاثة، السيادة والكتل الكردستانية بالإضافة إلى إطار التنسيق، تذهب للقاء السيد الصدر وتطلعه على نتائج الاجتماع. يعني ما قمنا نتحدث عن مبادرات، بالتالي لما لا يكون هنالك خاسر ولا رابح من وجهة نظر أستاذ هادي، كيف تنظر إلى هذه المعادلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولضيفكم الكريم أستاذ هادي ولجمهوركم الأكارم. أعتقد أن اليوم مفهوم ليس الرابح والخاسر، يعني هذا مفهوم يعني نستطيع أن نرى فيها بعد آخر وربما بعد أوسع، أنه هناك معادلة الكل خاسر، باعتبار أنه اليوم إذا تركنا الأمور على عواهنها وتركناها هي أن تعيد تنسيج أو تعيد يعني تنضيج بيتها الداخلي كيفما اتفق، أو أنه يقتحم الجمهور ويكون هو طرفا في وضع ثقل المعادلة على حساب هذا أو تلك، فهذا يعني أننا أمام نقاط خطيرة جدا. لابد أن تكون هناك لمسات ولابد أن تكون هناك مبادرات. نعم، حصلت مبادرات من قبل القوى الكردية وكذلك القوى السنية، وحتى أيضا من الإطار أيضا كانت تمت مبادرات لتخفيف حدة الأزمة وتدوير نهاياتها الحادة، ولكن ما حصل اليوم أنه أكثر هذه كلها كانت طروحات وتغريدات وكلها كانت تصريحات، لم نسمع بجلوس قيادات مثلا يجلسون على طاولة. صحيح أنه في الإطار حصل هذا الشيء باعتبار أنهم معنيون، أكثر المعنيين هم بهذه الأزمة هم الإطار، باعتبار هم أصبحوا الجانب الند للتيار الصدري، لكن الطرف الآخر أيضا مطلوب منه أنه ينزع فتيل الأزمة، لأن لا يبقى الأمور متروكة على عواهنها لكي تكون هناك معادلة لا أحد يخسر. الذي يخسر هو المواطن، إذا لم يكن هناك أي خاسر في المفهوم المعادلة السياسية فالمواطن هو الذي سيتحمل فاتورة الخسارة والدفع الدموي المسبق، وهذا طبعا لا نريد أن نحقق هذا الأمر، أن يكون تكون فاتورة الدم أنه هو المواطن يعطيها إلى هذه الجهة أو تلك. ما نعني أنهم إذا لم يجلسوا على طاولة حوار على الأقل ينهوا الخصامات القوية والثقيلة فيما بينهم، بعد ذلك يتوجهوا إلى الحنانة ويضعوا اللبنات الأساسية لفكرة جديدة. الحنانة ترفض مفهوم التوافقية، لكن هم هؤلاء بعد ما تمسكون بمفهوم التوافقية ليغيروا هذا المفهوم بمفاهيم أخرى فيها اتزان، فيها نوع من المرونة، فيها نوع من المكاشفة، حتى نقول أن المواطن يستطيع أن يستفيد من هذه التجمعات، عفوا من هذا هكذا اجتماعات. بالتالي بعد أن تنضج القرارات يتم إيصال هذه القرارات إلى البرلمان، وبعد ذلك يتم التصويت للعمل بالواقع العملي وليس فقط في الإطار الإعلامي. كثيرا ما تحدث بعض المراقبين للمشهد السياسي أستاذ هادي بهنالك تصعيد ما بعد الأربعين مع بداية تشرين وتجدد التظاهرات، وهنالك أيضا كانت دفاعات من قبل الجهات الحكومية على سبيل المثال بناء بوابات حديدية على الجمهورية وعلى السنك، ولكن اليوم رئيس الوزراء أمر بإزالة هاي الشيلمانات اللي محطوطة على الجسر. هذا الموضوع أنت تحب تحلل هيك خطاب الصورة وخطاب الحدث، شو تشوف بيه؟ أكو تهدئة؟ نعم، هذا التصور يذهب أو يفتح الأبواب على مصراعيها لحديث مطول وربما فيه احتمالات كثيرة وعديدة. هل أن رفع البوابات وفق وجهة نظر المناوئين للكاظمي بأنها إشارة إلى أن هنالك أحداث ستجري بعد الأربعينية، وأنه الكاظمي موحد لدخول المتظاهرين إلى الخضراء، وأنه يفتح الطريق أمام حراك جماهيري يكون هو المستفيد منه سواء كان من تشرين أو كان من التيار الصدري كما يتحدث مناوئ التيار أو على الأقل على السوشيال ميديا ومناوئ الكاظمي؟ وهنالك من يرى أن الأمور ربما فيها إشارات إلى تهدئة، وأن السيد الكاظمي يتحرك الآن اتجاه دور إيجابي لحلحلة الأمور، وأنه جزء من الحل وليس جزء من المشكلة كما يصوره خصومه، وبالتالي يتحرك باتجاه فتح الطرق لمبادرات جديدة ولحوارات مستمرة. وقد وصلت إشارات من كردستان ومن حوارات السيد البرزاني مع السيد الخنجر والسيد الحلبوسي، وإشارات باتجاه الحنانة وإشارات باتجاه الإطار التنسيقي، حتى أن هذه الإشارات وصلت باتجاه
السليمانية باعتبار أنه أن أهل السليمانية وسياسيو السليمانية هم حلفاء للإطار التنسيقي، فإذا اتفق الإطار التنسيقي مع البارتي فإن هنالك نوع من الإيجابية في التعامل مع هذه المبادرة، باعتبار أنه اليكتي والإطار حلفاء، ثم أن الفرقاء السنة أيضا سيذهبون باتجاه التهدئة باعتبار أنه عزم وقوة سنية عديدة، محور أبو ريشة، محور الفلوجة والرمادي الذي اجتمع مؤخرا في بيت النائب فارس الفارس وفي بيت النائب قاسم الفهداوي قبل ذلك، هو محور مضاد للسيد الخنجر والحلبوسي، وهذا يعني أن هنالك تواصل سيكون ونوع من التهدئة وفتح الأبواب باتجاه حوار سني سني وحوار كردي كردي وحوار شيعي شيعي وربما حوار شامل، أي أنها صفقة شاملة. أيضا لا نعتقد أنه أننا نحتاج إلى المباهات والتفاخر بأن التظاهرات ستحدث وأن مشاكل ستحدث وأن دماء ستسيل، هذا ليس هو المطلوب. طيب. المطلوب هو حل شامل للأزمة العراقية وتوفير ضمانات العيش الكريم والخدمات الملائمة وتوفير الغذاء للمواطنين، وخاصة المقبلين على فصل الشتاء وأزمة طاقة وأزمة غذاء، وروسيا تهدد بعدم توريد الحبوب إلى المنطقة، بالتالي الحكومة العراقية أمامها خيارات صعبة لتوريد هذه المواد الغذائية وتوفير الأموال اللازمة للسلل الغذائية. اليوم السيد الكاظم يقول أننا صرفنا من أموال الأمن الغذائي وليس من أموال الموازنة ولمدة ستة طيب. أشهر، ونحن نبذل جهود كبيرة من أجل توفير الأموال اللازمة، حتى في إطار الحديث عن الزيارة الأربعينية يقول أن إجراءات الأمن والأموال التي صرفت على الزيارة هي من أموال الأمن الغذائي وليس من أموال الموازنة. لذلك الذي نحتاجه في هذه المرحلة هو نوع من التوافق السياسي الشامل، بمعنى آخر الفعل مشابه لما نقوم به عادة في توصيف قضية سد الذرائع، أي أننا أنه الهدف هو ليس بمظاهرات، يعني هو ليس أننا ننتظر أن التيار الصدري يخرج بمظاهرات أو تشرين تخرج بمظاهرات أو أن يحدث اقتتال في الشوارع أو أن تكون هناك مظاهرات وسد الطرق والجسور واقتحام الخضراء، ليس هذا المطلوب. المطلوب هو فعل مهم جدا يرضي الشباب، يرضي التشرينيين، يرضي التيار الصدري، يرضي كل ناقد. كثير من المواطنين العراقيين حتى المؤيدين للإطار التنسيقي هم ليسوا قابلين وليسوا مقتنعين بالوضع الراهن ويريدون تغييرا. يبدو أنها اتفقت على مبدأ بأنه لا تغيير ما لم تكن هنالك حكومة كاملة الصلاحيات، وماكو حكومة إذا ما تنعقد جلسة البرلمان، ما تنعقد جلسة البرلمان إلا يتم اختيار رئيس الجمهورية، فكل هذه الفرضيات يجب أن تتحقق ما بعد الأربعين. راح ينعقد البرلمان حسب متابعتك الأحداث أستاذ صباح؟ لا يعني لا شك، أعتقد بأنه فترة هذه الفترة هي فترة إعادة ضبط النفس وإعادة ضبط المصنع كما يقال بالمفهوم التقني، لأن لابد أن تكون هناك إعادة. ليس هناك مثلا نسميه بمسمى عسكري أو بمسمى رياضي قاسي كأنه نقول استراحة مقاتل، نحن لا نريد أن نعطي هذه التسميات وكأن هناك حرب قادمة. يعني للأسف الشديد أرى بأن حتى الذي لديه هذا التصور بواقعيا لديه هذا التصور يقول للمجتمع بأن الحرب قادمة أو الاقتتال قادم، هذا سوف يوفر جهد كبير جدا على القوى المعادية من أنها سوف لن تحرك وسائل إعلامها ما دام هناك محلل أو هناك خبير أمني أو هناك شخص يقول بأن القتال قادم. اليوم الواجب أن تكون هناك عملية تهدئة لا عمليات تصعيد. نحن إذا كنا وجدنا نوع من التهدئة من قبل القوى السياسية سنجد تصعيد من قبل بعض القوى التي تسمي نفسها يعني موجود في وسائل الإعلام أو بعض المحللين أو بعض المحللين تابعين إلى القوى تريد أن تهيج الأوضاع إلى صوب القتال. أرى اليوم من واجب المواطن أنه هو يهدد بأنه سوف يكون له الرد، لا أن تبقي العملية بين هذه الجهة أو تلك، ليكون المواطن الصوت الأعلى. ونحن نتحدث عن إذا قلنا 35% دخلوا في الانتخابات فهناك 65% لم يدخل الانتخابات. المواطن الآن 65 أيضا هو يريد أن يتحدث ويريد أن يقول قول. المواطن لازم يحقق مصلحته، بالتالي لما يشير سيد هادي جل المرء إلى أنه استخدام أموال الأمن الغذائي، بالتالي ما تتوقع أنه إذا راح جت حكومة جديدة مثل ما صارت بالحكومات السابقة يعني يجيك رئيس وزراء ويقول لك والله أنا استلمت الخزينة خاوية، هسه كانت تقشف وظروف اقتصادية صعبة ولكن هذه الوفرة المالية خاف هم ما نسلم عليها. يعني أنا أقول لك لا توجد شيء اسمه خزينة خاوية، خزانة العراق خزانة كبيرة جداً، وربما حتى سألنا الأخوة في البنك المركزي قال بأن العراق هو متعاف من حيث القدرة المالية وكثير من الأمور، لكنه ما نراه نحن بأن إبقاء الدولار يعني الدولار مسيطرا على
يعني أنفاس الدينار العراقي، هذا طبعا يولد الكارثة لدى المواطن. بالتالي حتى لو حصلت انفاقات من هنا وهناك، المواطن هو يبحث عن رغيف يومي، هو لا يبحث عن رغيفة لعشر سنوات. لطالما هو كان يأمن أو يمني نفسه الكثير، ولكن بعد أن وجد بأنه لا يمكن أن يحقق كل ما يصبو إليه وكل ما يريد، أصبح يفكر بيومه. أعتقد أن اليوم المواطن عندما صارت لديه هذه الرؤية، هو ما بات أو ما عاد يفكر بأمنيات كبيرة وأمنيات خارقة كما كان في عام 2003 بعد عام 2004 و5 وهكذا. اليوم يقول أريد أن أسلم على نفسي وعلى أولادي وأن أعيش بهدوء دون أن تكون هناك صراعات، أن لا يحولوا الصراع من بين الأروقة السياسية إلى أزقة الشوارع، وأن لا تكون هناك مسارات دموية بعد أن تكون هناك مسارات ديمقراطية، ليكن العامل الديمقراطي هو الذي يسير، ولا نوجه الشعب والمواطن باتجاهات أنه تحصل لديهم معسكرات وقوة وتكتلات وقتال فيما بين الموجودين. أرى اليوم من الضروري جدا أن توجه، تكون هناك رسالة تطمين من قبل القوى السياسية. يعني اليوم القوى السياسية مثلا من يقولون إحنا نريد نشكل حكومة، إذا كان الإطار أو غير الإطار، عليهم أن يقولوا ما هي واجبات الحكومة، ماذا سوف تفعلون، أعطونا كم قضية دخلوه في الميدان العملي حتى المواطن يشعر. يعني مثلا راح شقول أقول راح أسوي فد مجسرات وأسوي مترو الأنفاق في المكان الفلاني، أنا نهائيا حتى جرافة ما جايب، أقول المواطن راح أسوي، المواطن ما راح يصدق، لكن من تجيب الجرافات وتسوي حفريات وتقول كذا وتقول أنا راح أنفق هنا راح أسوي لكم مترو حتى أبعد اختناقات بغداد اللي هو مكتظ ب 9 مليون من السكان مثلا، ذيك الساعة نقدر نقول ملايين الدولارات في تصميم مترو بغداد. ولكن أيضا نبقى على التوافق بين الكتل السياسية. أستاذ هادي شلون راح يشوفه أنه الأزمة الكردية راح تنحل بهذه السهولة لو راح تكون أيضا مطالب قوية من قبل الأكراد، الموازنة 13-17، قانون تصدير النفط أو قرار المحكمة بهذا الشأن، ما راح أشوف راح تكون هنالك ضواغط على الكتل السياسية في بغداد؟ هذا واضح، خاصة وأن هنالك خلافات تراكمت خلال السنوات الماضية بين أربيل وبغداد، ومشاكل عديدة على المادة 140 وعلى تصدير النفط والشركات النفطية وحقوق هذه الشركات ورواتب الموظفين والبيشمرقة، ولإقليم كردستان مخاوفه أيضا ولديه مطالبه أيضا، وكذلك للحكومة المركزية مخاوف ومطالب. وبالتالي الذي حصل خلال الأيام الماضية من تطورات يمكن أن يوفر فرصة جيدة حوار استراتيجي بين بغداد وأربيل. يعني أنا شخصيا كمواطن عراقي كمراقب للمشهد السياسي أقول أننا بحاجة فعلا إلى حوار استراتيجي بين الحكومة المركزية وبين الفاعل السياسي في بغداد وبين حكومة إقليم كردستان، تمهيدا لظروف مستقبل أفضل في إطار العلاقات الاقتصادية والسياسية والإدارة، إدارة الدولة وإدارة الموارد، وأيضا حاجة إلى حوار استراتيجي داخل الطيف الشيعي، وحوار استراتيجي بين الحزبين الأساسيين اليكتي والبارتي في كردستان، وحوار استراتيجي حتى بين القوى السنية، لأن هنالك اتجاهات أخرى ترفض ما يذهب إليه السنة في إطار العمل الحكومي والتوافقات مع القوى الشيعية والكردية. لا تنسى أن هنالك فواعل سياسية وفواعل مسلحة في الطيف السني كما هو في الطيف الشيعي، من يرفض العملية السياسية، من لا يقتنع بوجود هذه القوى السياسيه، من يرى ان الامور يجب ان تذهب باتجاه اخر، من يرى انه النظام السياسي يجب ان يسقط، من يرى اننا يجب ان نقوم بافعال وسلوكيات تنسف كل الموجود. نعم، يعني هذا التقارب راح يكون مشروط بضمانات معينه حسب وجهه نظرك استاذ هادي؟ طبعا طبعا، انا لا اظن ان السيد البرزاني سيذهب بعيدا في التفاهمات مع بغداد ما لم تكن هنالك ضمانات، خاصه وان الكرد يتحدثون عن اتفاقيه 2010 مع السيد المالكي عندما كان هنالك عمل لتشكيل الحكومة التي ترأسها في وقته السيد المالكي، وكانت هنالك اتفاقية على نقاط ومحاور عديدة مع إقليم كردستان، ويعتقد الكرد أن السيد المالكي لم يوفي أو لم يفي بالتزاماته ضمن بنود تلك الاتفاقية، كما أن هنالك مطالب بضمانات لتنفيذ مخرجات أي انتخابات مقبلة. لا نريد أن نعود إلى مربع الانتخابات الماضية واللغط الذي ساد و الخلافات وما جرى من أحداث ثلاث انتخابات 2018 وانتخابات 2021. نحن بحاجة إلى طريقة أخرى لإدارة أمور الدولة العراقية، لأن الأمور في العراق بصراحة أقول لك صعبة جدا وقاسية جدا، حتى مع فائض الذهب والمال وارتفاع أسعار النفط وقدرة العراق على توريد المواد الغذائية، لكننا نحتاج إلى ضمانات. يعني أنت صح العراق يستورد القمح و
الذرة والشعير ويستورد المواد الغذائية من مناشئ عالمية جيدة. يعني الموانئ العراقية تكتظ بالبواخر التي تحمل المواد الغذائية، ولكن هذا يحتاج إلى توفير أموال. الشركات التي تورد السلل الغذائية يشتكون من أنهم أحيانا يدفعون أموال وينتظرون أن توفر لهم الدولة العراقية تلك الأموال، ويأتون بالرز والزيت الطعام و المواد الغذائيه اللازمه من مناشئ عالميه مختلفه. كل هذه المسائل ضروريه، ولكن الى توفير ضمانات اكبر لكل شيء. المواطن العراقي هو الاساس وهو الهدف من كل هذا الحراك. نعم، ولكن رغم ان الكل يرى ان لا حراك او لا يعني انتخابات مبكره وتحقيق المطالب ما لم تكن هنالك حكومه كامله الصلاحيات، ولكن عكس ذلك يعني اليوم الاتحاد الوطني اكد ان الكتله الصدريه ماضيه بعكس هذا التوجه، وأن زعيمها مصر على إجراء انتخابات مبكرة قبل إجراء الحوار. ماذا لو يعني وجدنا أنفسنا أمام جدار أيضا لا يمكن اختراقه؟ وهذا ما نوهنا له سابقا بانعدام عنصر الثقة ما بين الإطار والتيار، وكذلك بين التيار وبين بقية القوى التي كانت متحالفة معها، والتي نرى بأن اليوم ملامح التحالف بدأ يصبح هشا. كل هذه إشارات بأن هناك انهيارات ستحصل في مجال في الإطار السياسي، لكن كل هذا لا يعني أننا يعني أنهم لا يفكرون بحلول. الذي نراه اليوم هي كل عبارة عن أنصاف حلول حتى يبقوا النهايات سائبة، وأعتقد أن هذه النهايات السائبة تدخل في خدمة الكل. أنا على منصتكم هذه قبل 8 أشهر كنت أتخوف من أن تبتلع ميزانية عام 2022، واليوم بدأت هذه الميزانية لا يفكرون بها. الحديث صار عن ميزانية عام 2023، ما يعني أن الحديث في ميزانية 2022 بات أمرا يعني من الماضي. وهذا طبعا هي جزء من العقدة المنشار التي كانت موجودة، لأنه كيف يتم اجتياز هذه المرحلة واجتياز يعني عبور ميزانية عام 2022 وعدم الحديث عنها. اليوم بات أن يكون الحديث أكثر توجيها وتوجيه الجمهور على الحديث على ميزانية 2022. هل أن هذه الميزانية في أتون الصراعات السياسية ذهبت أدراج الرياح؟ وكيف ستؤسسون إلى ميزانية جديدة وأنتم إلى حد الآن لم تضعوا لبنة التقارب فيما بينكم؟ فكيف تضعون مسائل تتعلق ببناء وتأسيس الدولة الجديدة؟ ما يعني أنني يجب أن أنظر إلى الربع الخالي من الكأس وليس فقط الربع المليء. أنظر إلى هذه الجهات الداكنة وهذه المنطقة الداكنة، أنه ميزانية عام 2022 ستصبح في الماضي، ما يعني أن هناك صراعا مفترضا أو صراع افتراضي وليس صراع واقعي. هذا طبعا ما يدور في خلد الجميع وفي الكثيرين مثلا، وأنا واحد منهم. يفترض أنه لا أنظر فقط إلى صراعات بأنها هي صراعات حقيقية وواقعية، ربما تكون كصراع المصارعة الحرة التي هي أشبه بالصراعات الاستعراضية وليس الصراعات واقعية. نعم هناك اليوم صراع واقعي بين كل القوى السياسية، لكنهم يجدون إبقاء هذا الصراع الواقعي نجاة للكل، لأنه حتى لا يتحدثون عن الميزانيات التي هدرت. كأن المشهد ما قبل عام 2014 تعود مرة أخرى إلى الواجع عندما دخل داعش وانتهت ميزانية عام 2014 وبدأنا نتحدث عن الإرهاب. ما نتخوف منه هو حصول شيء مرعب في المقبل من الأيام، شيء ربما لم يكن في الحسبان. ليس لا تحدث اليوم عن تخويف المواطنين، ولا أريد أن أقول هناك سوف يحصل صراع فيما بين الموجودين. دائما الإرهاب والقوى الإرهابية دائما تتعكس على الخاصرة الرخوة أو على المناطق الهشة التي تكون هناك في العراق. لا نريد اليوم نقول العراق هناك منطقة رخوة ومنطقة هشة، كل العملية السياسية باتت هشة ورخوة، بالتالي ستؤثر هذه الصراعات على العمل السياسي. وهذا طبعا صارت هناك متلازمة للأسف الشديد، بمجرد أن تحصل أي صراعات سياسية تصل إلى درجة كسر العظم وإزالة الآخر من الخارطة، سنتجه باتجاه مشكلة أمنية قادمة، وهذا ما لا نتمناه في المستقبل. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ صباح زنقنا، رئيس مركز اتحاد الخبراء الاستراتيجيين، أثريت الحوار بهذا الملف. وشكر كثير لحضرتك أستاذ هادي جل المرعي الكاتب والصحفي. شكرا جزيلا لك مرة أخرى، ونتواصل مشاهدي الأحبة بعد الفاصل نتابع من جديد. حياكم الله على أعتاب الزيارة المليونية اللي تعددت بها أوجه الخدمة وأدوار المشاركين بل حتى المشاركات، كان للنساء فيها الدور البارز والمهم والتوجيه العقائدي والديني، تعليم النساء أحكام دينهن، حيث وجدنا هذه المناسبة فرصة مؤاتية لتعديل وتصحيح بعض الأخطاء التي عكفوا عليها سنين. هاي المناسبة
هي الأحق بتعديل الأخطاء للتأسي بصاحبة العزاء السيدة زينب عليه السلام وترسيخها لبعض الأبعاد التي خرج من أجلها الإمام الحسين عليه السلام. مشاهدين نفتح وياكم هذا الملف لكن بعد أن نشاهد تقرير مراسلتنا نهى الشمري. في أكبر حدث عالمي يجمع بين الإنسانية والولاء الصادق، زيارة الأربعين لها أبعاد كثيرة على جميع المستويات بمشاركة فئات متعددة من السيل البشري السائر إلى طريق كربلاء، لكن لمشاركة النساء الدور العظيم والأثر الكبير، حيث تعددت مهامهن في المواكب والخيام المنتشرة على طول طريق الوفود بين تقديم الخدمات والدور الإرشادي لتوجيه وتفقيه النساء السائرات بأمور دينهن. زيارة العربانية مشاية كلش مزدحم، يعني زوار كثير، عشاق أبو عبد الله الحسين كثير يروحون إلى الحسين عليه السلام. خدمة المواكب كلش كثير، يعني أراغيون الناس الكرماء والشرفاء. فاستثمار هذا التجمع الكبير من النساء القاصدات إلى كربلاء استخدم بعدة أوجه إيجابية، كالتطبب لمن يرهقها تعب الطريق والمشقة، وكذلك التوجيه للاقتداء بصاحبة العزاء والمواساة، وإيضاح الانطباع العبادي لهذه الشعيرة التي يقيمها الموالون لأهل البيت. فعلى مر التاريخ كان للنساء الدور البارز صفا إلى الرجل لمعاضدته، فهي الشريك الآخر بهذه المناسبة والمسيرة. لو مباركة أبا عبد الله ما حد يضيف، يعني لو ميزانية لو مثل دولة لو تطيق شوش كثر ما يكفي، بس هاي الناس الله وأبا عبد الله يهدي القلوب واللي تنفق أمالها وتنفق حلالها في سبيل أبا عبد الله. هذه التعددية والتنوع المتآلف بين أبناء مختلف الطوائف والقوميات مشكلين حشدا مليونيا تذوب عنده العناوين العالمية ليصبح الحدث الأهم. فتوجه هؤلاء الحشود بمسيرة واحدة قاصدين مكان معين يثير التساؤل لدى المتابع والباحث على ما تحتويه هذه المناسبة من عجائب، حيث أصبحت سببا لتواصل الكثير من مختلف أصقاع البلاد مع بعضهم ودا وحبا. نهى الشمري، الأيام الفضائية. حياكم الله مشاهدي الأحبة مجددا في هذا الملف. أرحب بضيفتي الكريمة الدكتورة بشرى الزويني الباحثة والأكاديمية. حياكم الله دكتورة ضيفة الكريمة. حياك الله، أهلا وسهلا. نتحدث عن دور النساء في زيارة الأربعين، تحدثنا عن الكثير من الصفحات خلال هذه الزيارة، ولكن النساء حابين نفرد لهم ملف خاص بهذا البرنامج على مستويات كثيرة ومتعددة راح نأتي عليها اتباعا، ولكن مشاركة المرأة في المسير إلى كربلاء كيف تنظر إليها الدكتورة بشرى الزويني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. ابتداء عظم الله أجركم، عظم الله أجر جميع المسلمين وغير المسلمين، الإنسانية جمعاء، مراجعنا العظام في النجف الأشرف وخارج النجف الأشرف، لي عامة المسلمين عظم الله أجركم بمناسبة ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. شكر لقناتكم قناة الأيام على استضافتها إنه وفرصة طيبة نشوف جنابك الكريم أستاذ أحمد. واقعا هذا الموضوع يعني جدا مهم، وموضوع الساعة أو هذه الأيام إن صح التعبير، وجود المرأة في أربعينية الإمام الحسين عليه السلام اقتضتها الضرورة. المرأة والرجل كلاهما هما يشكلان الحياة، ما ممكن أنت تقوم بدور في المجتمع حصرا على الرجال، ولا يمكن أن يكون هناك دور حصرا على النساء، الحياة تكاملية بينهما. زيارة أو أربعينية الإمام الحسين عليه السلام هي مو زيارة لديانة معينة أو مذهب معين، إنما مثل ما تشوفون عالمية، مختلف الأديان مختلف القوميات، يعني فد مناسبة مش تريد تسميها ملتقى، زيارة، اجتماع عالمي، اجتماع كوني. فبالتالي هذه يراد لها آليات نجاح، لله الحمد لله والشكر، يعني من 2003 لحد هذه السنة بهذه المدينة اللي تتجاوز 100 كيلومتر تستقبل ملايين الزائرين، أكيد يراد لها آليات نجاح، ولله الحمد يعني كل سنة يتم الإعلان على نجاح الخطة الأمنية، وبالتالي
مرور الزيارة بانسيابية وارتياح الزائرين من مختلف البلدان العربية وغير العربية. طيب هذه ماذا تريد؟ تريد مشاركة المرأة والرجل معا، لأن الزائر الكريم من يجي ما يجيك فقط رجل، تجي امرأة ورجل وكبار السن وحتى الاحتياجات الخاصة. فبالتالي هذه ماذا يعني يتطلب؟ يتطلب أن تقف الرجل إلى جانب، تقف المرأة عفوا إلى جانب أخيها الرجل في هذه المناسبة الاستثنائية، واللي هي قد مثلا إذا نتكلم فقط على 40 10 أيام. فنحتاج المرأة، نحتاجها مرة تجيك مشاية زائرة، مرة تحتاجها تستقبل الزائرين. وإحنا نشوف بالتلفاز يعني مرات مقاطع يعني أطفال تستقبل الزائر. تحدثت دكتورة، تحدثت دكتورة عن نجاح الخطة الأمنية للزيارة، وجزء كبير من هذه الخطة وجود النساء سواء في الحشد الشعبي أو في القوات الأمنية، الضابطات، المنتسبات، بل حتى المتطوعات على مفارز التفتيش للنساء. هذه واحدة من يعني أكبر المهام للمرأة، بأن تفتش النساء وبالتالي نحافظ على أرواح المدنيين، خصوصا في هكذا مناسبات مليونية. كيف تنظرين إلى هذا الدور المحوري؟ أستاذ أحمد، واقعا أدوار ومهام المرأة في زيارة الأربعينية كثيرة. إحنا اتطرقنا فقط هي زائرة أو تستقبل، لكن تقدم خدمات أخرى، أدوار أخرى لا تقل أهمية عن الزائرة أو اللي تقدم الطعام أو اللي تستقبل أو اللي تساهم مع أخيها في تنظيف المواكب الحسينية والآخر، اللي حضرتك أشرت إليها، اللي هي الأجهزة الأمنية سواء كانت متطوعة. أحيانا منظمات مجتمع مدني تشارك فيها النساء في تقديم الدعم اللوجستي بالمخيمات مثلا، تفتيش للحفاظ على أرواح وأمن، وبالتالي نجاح الخطة الأمنية. فتشوف الضابطة مثل ما ذكرت المنتسبة، هذه في وزارة الداخلية، فما بالك في متطوعات أحيانا مثلا مدارس دينية تنطي حملة، يابا منو تجي تتطوع، تجد المئات إن لم نقل أكثر من المئات من النساء تشارك وهي ممنونة بهذه المشاركة أو هذا الدور، لأنه يعني واقعا احنا نقول الأجر على قدر المشقة، كل ما تقدم أكثر كل ما يكون هناك أجر كبير إلها. فتشوف ضابطة، مفتشة، مواطنة عادية، أحيانا تتشكل لجان طوعية داخل مؤسسات رسمية. يعني اليوم أقرأ أن هناك لجنة طوعية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تساهم في تسهيل إجراءات المواكب الحسينية، تساهم في تقديم الدعم اللوجستي. وعلى فكرة هذه الممارسة وخاصة للمرأة والعمل الطوعي أستاذ أحمد إلى رونق خاص وإلى يعني فد خصوصية، فد راحة نفسية لما المرء يقدم عمل طوعي، لأن لله وما كان لله ينمو، لا يأخذ فلوس. حتى على فكرة حتى النساء اللي بالأجهزة الأمنية، لأن هذا مهام يعني فوق مثلا أو مضاعف لمهامهم بالأيام الاعتيادية، حقيقة ترى ما يأخذون عليها أي أجور أو مكافآت، لا بل هي تذهب طواعية، وهذا يعني دور كلش مهم. إضافة إلى هذا الدور، شوف أستاذ أحمد، احنا شو نشوف او بالاحرى هذه الأربعينية مو فقط تحتاج انت اكل ومبيت وتنظيف للمكان، لا وامن، تحتاج رعاية مثلا طبية. فتشوف الطبيبة متطوعة، المفارز الطبية، المعاون الطبي، الدفاع المدني وغيرها ايضا منتشره. وايضا لاحظتوا انه النساء مشتركات ومدى فاعلية بهذا طبعاً المجال. طبعا لا، والملفت للنظر استاذ احمد يعني هو هذا، شوف هذا الحدث العظيم اللي الله عز وجل حبى بها مدينة كربلاء دون عن المدن الأخرى، هذه الزيارات المليونية اللي تتجاوز أحيانا أو تصل إلى 20 مليون في مدينة صغيرة، ينبغي أن يعني تكون هناك شكاوى، تكون لا بالعكس بكل ترحاب وبكل انسيابية. فمن تشوف هذه المواكب النساء، على فكرة الملفت للنظر من مختلف الجنسيات حتى اللي تقديم المساعدات الطبية، يعني مو فقط تجد المرأة العراقية حاضرة في مثل هذه الكرفانات، هن حقيقة يقدمن بها مساعدة طبية، إرشادات صحية إلى آخره. أنا شفت موكب من الصين،
تمام. واقفة المرأة إلى جانب يعني ما تعرف قوميتها، ما تعرف ديانتها، ما تعرف هي ديانة سماوية أو ديانة أرضية، هذه كلها ما تعرف، لكن يمكن حب الحسين تدوب يعني الفوارق والحدود. بالضبط. لا وهي يعني على فكرة أنت من اتصلت بي وقلت هذا الموضوع شيء إجا ببالي، أتمنى لو تأخذون حلقة عن التعايش السلمي نموذجا زيارة الأربعين، لأنه لاحظ مختلف الجنسيات. إحنا كنا سابقا واقع حال نقول الزيارة الأربعينية مسلمة جعفرية، لا خرجنا، خرجنا حتى من إطار الإسلام، لا مسلم مسيحي صابئي حتى هندوسي يعني. طيب. ديانات وعلى فكرة على النساء حتى على مرحلة الجغرافية يعني عالمية الرسالة الحسينية طبعاً. بل عالمية مسيرة الأربعين أيضا كانت هنالك رسالة اتصالية ورسالة إعلامية أسهمت المرأة والنماذج من زميلاتنا المراسلات والمقدمات وحتى على مستوى الضيفات التي اللواتي أخذنا على عاتقهن يعني التوعية ورفع المستوى والوعي المعرفي والثقافي ومضامين الثورة الحسينية عليه السلام. فبالتالي من المشاهد التي تصل إلى العالم وأصقاع العالم عن طريق هذه الرسالة الإعلامية، كيف كان دور المرأة فيها؟ شوف يعني هي من البداية ثورة الحسين يطلق عليها صحية حسينية الوجود ولكن زينبية البقاء، فدور زينب عليه السلام منذ ذلك الوقت هي كانت ترى بمثابة وزارة إعلام. وزارة إعلام لولا زينب عليه السلام وما حدث بعد هذه فاجعة الطف ما كان وصلتنا شيء من هذه الواقعة. من ذاك اليوم إلى هذا اليوم المرأة حاضرة، ولكن طبعا يختلف أدوارها باختلاف الأحوال السياسية والأمنية اللي عاشها العراق. يعني قبل 2003 تعرف حضراتكم كثير من النساء سجنت إلى جانب الرجل اللي كان يسير إلى آخره، لكن بعد 2003 تنوع الأدوار، هذه الزيارة المليونية اللي مثل ما ذكرت حضرتك أخذت مساحة عالمية، احتاجت أن تكون المرأة حاضرة. فمثل ما المرأة الزائرة مثل نرجع نكرر تحتاج إلى عدة خدمات، منها هذه من تكون المراسلة الموجودة مثل ما لعبت دور أيام الحشد الشعبي المراسلة الحربية في تلك الفترة في الظروف الصعبة. زميلات تستشهدن بعضنا أحسنت إيه؟ وأنا العجيلي وغيره أحسنت، لكن نشوفهن يعني في الزيارات أيضا يغطن وينقلن هذا الصوت لكل بقاع العالم، لذلك الكل يستغرب. وأتمنى أنه بالأيام القادمة عندما شوية الوضع يستقر يكون هناك اهتمام، وبالتالي تكون هناك مؤسسة ترعى. يا أخي السعودية الحج والعمرة عندها مؤسسة أو وزارة الحج وهو مثلا يعني كم يوم بالسنة، لكن أنت مدينة كربلاء والنجف ترى على مدار السنة على مدار السنة وعلى مدار 24 ساعة باليوم، فبالتالي نحن نحتاج إلى مؤسسات تنظم مثل هذا، وبالتالي تكون هيئة مثل ما اكو مراسله حربيه، اكو مراسله يعني معنيه بالزيارات، لانه خدمات ومهام نحتاجها كثيره في هذه المرحله. نحتاج مثل ما ذكرت المراسله اللي يعني تكون متمكنه وقادره على ايصال الحقيقه كما هي، لانه العالم الاخر واقعا يستغرب من هو الحسين. هذا اللي يجي المسيحي والهندوسي والصابئي والمصري والعراقي والكويتي و إلى آخره، من هو الحسين؟ هذه المرأة الزائرة اللي تقطع طبعا، وهذا كله من يوصلها؟ ترى المراسلة توصل هذه الصورة، المراسلة والإعلام إلى دور كبير. واقعا لولا الإعلام ما ممكن أنت أن تصل ثورة الحسين وعبقرية الإمام الحسين عليه السلام ووجوده إلى يومنا وخلود ما ممكن إلا عن طريق الإعلام. وأيضا الإعلام ما ممكن أن يعني يرى من زاوية الرجل، ينبغي أن تكون المرأة حاضرة إلى جانب الرجل. طيب. في نقل لأنه لها شرف، واقعا مثل ما الرجل يتمنى أنه يكون إلى الشرف ينقل ثورة الإمام الحسين، أيضا أنا اللي أتمنى بالتأكيد أكون بالتأكيد المرأة لها دور كبير في شرف هذه في نقل الاتصالية. ثورة الإمام الحسين ولكن مهما كان القائم بالاتصال أو الإعلامي بارعا في مهاراته، ولكن أيضا هنالك المحتوى. ماذا عن المحتوى الذي ضربت به المرأة أعلى صور التضحية والبذل والعطاء؟ أم الشهداء تريناها في الموكب
تخبز وتحضر الطعام وتوزع هذا الطعام وهي تحمل صور أبنائها الشهداء. يعني هذه مواقف دكتور يجب أن نمر عليها مرور الكرام. شوف أنت ذكرتني بشخصية يعني أم مقاتلين أم جاسم إذا اللي بدأ موكبها، طبعا هو على فكرة موكبها حسيني، ولكن عندما كان هناك فتوى الدفاع بالواجب الكفائي انتقلت هذا الموكب من كان من طبعا هي من أهالي الناصرية إلى مدينة سامراء وانتهت بجبال حمرين. شوف هذه العظمة. أتمنى الإعلام يسلط الضوء على مثل هذه الشخصيات، خلي يدخلون للمواكب مثل ما ذكرت حضرتك. وأنا دا أشوف أكو تطور كبير بالرسالة الإعلامية، تنقل الحقائق، تنقل هاي الارتجالية بالشارع يعني بدون تصنع، وهو هذا سر النجاح، وهو هذا سر استفسار الطرف الآخر من هو الحسين، أنه دا ينقلون الصورة كما هي بدون مونتاج، لا كله مباشر حي على مدى الزيارة الأربعينية كلها. وبالتالي نحتاج مثل ما ذكرت حضرتك أنه تكون هناك جهات متخصصة بارعة في تصوير كل شيء، تأخذ قصص، لأنه واقع دا شوف إذا ندرس حالات داخل كل موكب ادخل تلقى اما زوج الشهيد او اخت شهيد او بنت شهيد، وبالتالي هذه دراسه الحالات ينبغي ان نسلط الضوء عليها. يا اخي احنا شويه عندنا قصور بالجانب الاعلامي في ابراز مثل هذه الجوانب الايجابيه، لانه مثل ما ذكرنا انه هذه الزياره الأربعينية تقدر تاخذها من جوانب متعدده، يبرز الجانب الاجتماعي أهمية الأربعينية الإمام الحسين من الجانب الاجتماعي، من الجانب النفسي يا أخي ليش النساء تخرج بهذا الكم والشباب الأطفال وأصحاب حتى الكبار السن وعجائز أو رجال ونساء، جانب تربوي كيف نساهم أربعينية الإمام الحسين في تنشئة الأطفال، دول الأطفال اللي يجون ويا أهلهم، تنشئة الاجتماعية كلش أيضا واحد مثلا يأخذ من عندها موضوع، مثل ما ذكرنا التعايش السلمي أيضا فد موضوع. فنتمنى أنه رسالة إعلامية تسلط الضوء على جوانب لا ننسى العين الثالثة دكتور، يعني العتبات المقدسة الحسينية والعباسية لها دور كبير في استقطاب الشخصيات النسوية من خارج العراق سواء على المستوى العربي أو الإسلامي وحتى الدولي. يعني حتى تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أن مصورة بريطانية وجهشت بالبكاء عندما تلتقط بعض الصور للزائرات أو الزائرين في مرقد الإمام الحسين عليه السلام. بالتالي هذه العين الثالثة عندما يراها العالم تكون لربما أكثر إقناعا من العين الداخلية. أحسنت، لذلك هذا كلش ضروري. يعني مرة أنت تروج لمسألة زيارة الأربعينية أو قضية الإمام الحسين، ومرة الشخص الآخر هو الذي يروج، وبالتالي يمكن تكون هناك من أنا مثلا عراقية وأسمع عراقي ما أتأثر بقدر ما أشوف بريطانيا أو فرنسا أو ألمانيا أو جنسية أخرى ينقل عن ثورة الحسين. فمثل ما ذكرت حضرتك هذه البريطانية وغيرها وغيرها كثير من الشخصيات اللي أما يجهش بالبكاء أما تقيق شعر بدن، أو يعني شفنا مثل هذه الشخصيات اللي يصل إلى مرحلة من يعلق على الحادثة يقول أنا أعجز أن أصف بكلمات ماذا يحدث أمامي، أعجز بكلمات. تشوف يعني هذه المليونية من حيث عدد المسير، مليونية من حيث السفرة، يعني تقدر تأخذها من جوانب كثيرة، اجتماعي، نفسي، سياسي، قانوني، من كل الجوانب. فبالتالي هذه أرجع وأقول يمكن إحنا لو عندنا مؤسسة حتى يصير العملية أكثر تنظيم. صح أنا يعني واقع عندنا نشوف أكو تطور، يعني 2003 غير 2010 غير 2022، فبمرور الوقت دا تنتظم أكثر، دا يصل صوتها أكثر، كل ما يكون هناك انتظام كل ما يصل الصوت أكثر. ويا ريت هذه فكرة حلوة أنه يتم استقطاب من جنسيات أخرى تنقل ثورة الإمام الحسين عليه السلام. لحد العام الماضي في أربعة الإمام الحسين كان لنا يعني دور في الجانب الإعلامي من العتبة العباسية المقدسة، هنيئا لكم. يعني كانت إحدى الأكاديميات عملت مراسلة في إحدى المحطات العربية وكان لها دور كبير وتعاون كبير من قبل العتبتين في إظهار هذه الصورة. وأيضا من ضمن ما نذكر بأنه أحد الأكاديميين الكبار بمرحلة بروفيسور
التقطنا له صوره على سطح ابي الفضل العباس، فسالته قلت له شنو اللي ممكن هاي الزياره راح تغير بيك لما ترجع الالماني، شنو راح يتغير بيك؟ قال راح اغير صوره البروفايل بيكتشر مالتي بالفيس. انا استهانيت بالموضوع بصراحه. ليش تغيرها؟ قال انا عندي الصوره القديمه ما اخذها ويا اسامه بن لادن. فبالتالي شوف انقلب 180 قناعات اخرى. هسه راح اخلي هاي الصوره لهنا. انت ذكرتني يعني ابني عنده صديق اسيوي، ف يعني عنده فد اراء متشدده. نعم. فيقول انا استغربت، فساله قال انت على اي اساس تجيك هذه الافكار عن المسلمين وتحديدا عن الشيعه؟ فقال احنا ندرسها بالمدارس، هو يعني غير عربي. فيقول انا شلون يعني ردت ابلش اقنعه، فطلعت له اربعينيات الامام الحسين. فيقول استغرب، يعني انتم هيك يعني معقوله؟ زين ظل يسال الى ان تغيرت افكاره من مقاطع ثورة الإمام، العفو أربعينية الإمام الحسين، من شاف الناس شلون تسحب الآخر على مود ياكل أو تفرك له أو مثلا تغسل ملابسه، يعني معقولة أنتم هيك؟ قال له إحنا هيك وأكثر. فهذه ضرورية جدا أنه تأخذ تنقل الصورة الحقيقية بعين الآخر، وغيرت هذا ما نخلص له دكتور، يعني غيرت الكثير. حتى الرجال في هذه المواكب، حضرتك اشرتي الى التنشئه الاجتماعيه، هم ربتهم نساء على حب الحسين، وهذه عقيده بالفطره، احيانا فطره، احيانا غريزه، احيانا نتيجه علم ومعرفه، واحيانا تجتمع كلها. شكرا جزيلا دكتور، شكرا لحضرتك والاكاديميه، سرت باللقاء مع حضرتك. شكري موصول لكم مشاهدي الاحبه على حسن المتابعه، في امان الله.